عبد الله، عمره 11، من اليمن من لحج. وهذيك اليوم روحت للبيت، وروحت جنب البيت وجلست شوي، بعدين لم شوي وجاء الشظية يضربهن للوادي. احنا هم براس الهيجة ونحن تحتهم، يضربوهن للخط، كل سيارة تقزع عندنا للخط، ضربوا للخط تقصر تقي الشظايا فوقي. عملي بنتين عمليات الأعصاب، والحمد لله الآن ما قصرش معي تماما الآن يدي، والقبس هذا تمام منيح. أباق معي عملية الآن للهار يد مدك بس، بعدين إن شاء الله بروح البلاد ونلعب ونعمل كل شيء.